السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده بإذن الله هنعمل، اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنبدأ مع بعضينا، هنعمل تورتاية. كريم بس الشانتي الكريم الشانتيه هنبدأ الأول نعمل الكريم الشانتيه. دي كيس كريم شانتيه وعليه ميزة. المقدار ده المية الساقعة، وهنجيب دلوقتي السكر مع بعضينا وهنضربه نرجع لكم ونوريكم تاني. تاني. رجعنا لكم تاني، بنضرب الكريم الشانتيه اهو. السلام عليكم يا جماعه، رجعنا لكم تاني. هنبدا نسيح الشوكولاته اهي قدام عينينا، وهنحطوها في نسيحها على حمام ماء ونوريها. السلام عليكم، رجعنا لكم تاني. ضرب 4 بيضات، البياض لوحده والصفر لوحده. هنضرب دلوقتي ده البياض. البياض بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نضرب نرجع لكم تاني. السلام عليكم يا جماعه، رجعنا لكم تاني. بنحط اول بياض ضربناه شويه، بنحط كميه السكر اللي احنا جماعه رجعنا لكم تاني يا حبايبنا. هنا في البيض، سفاري صفار البيض البيض، ومعلقتين سمنة سمنة، والفانيليا بتاعتنا. معاكي، يلا. السلام عليكم يا جماعة، رجعنا لكم تاني. ضربنا البيض، بيض صفار البيض هنحط والفانيليا، الدقيق عليه. ونحط دلوقتي ايه، الدقيق، كوبايتين الدقيق دول. وريلهم الكوباية عشان العيار، عشان كل العيار بيبقى ايوه واحد على فكرة، نفس بنعير العيار. بنفس الكوباية. يلا كوبايتين، رجعنا لكم تاني يا جماعة. هنا اهو الدقيق واللبن اللي قلنا عليه، وبياض بياض بنزود البيض بنزود بيه اهو، ودي المعيار بتاع اللبن زي ما قلت لكم، كوباية. حطي بقى بياض الباقي، بياض البيض نضربه ونرجع لكم تاني. السلام عليكم يا جماعة، رجعنا لكم تاني. ادي الكيكاية بنحطها في بسم الله القالب. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا جماعه، رجعنا لكم تاني. ادي شكل الكيكه بعد ما عملناها. ان شاء هنحطها في الله الفرن لما تحط في الفرن تطلع هنوريها لك ان شاء الله، خطوه بخطوه ان شاء الله هتشوفوها. السلام عليكم يا جماعه، رجعنا لكم تاني. ادي شكل الكيكه اللي احنا عملناها مع بعضينا. تبرد بقى ان شاء الله ونزوقوها مع بعضينا برضه ان شاء الله. حط لك جنيش بقى، بقى نرجع لكم تاني. هو ده الكلام يا جماعة، اهي اتقلبت دلوقتي. طبعا احنا شايفين سفنجة، هنقطعها نصين وهنعمل لها الجناش بتاعها معاكوا برده، وهنرجع لكم تاني. عليكم يا جماعة، رجعنا لكم تاني. ادي الكيكاية قسمناها، ونحط لهم عصير السيرم ده عبارة عن شربات برتقال. ومعاهم معلقة برتقال، مربى برتقال عشان يديني السماكة شوية. هتشيلها الناحية التانية زي كده، النص التاني، النص التاني. السلام عليكم. كويس، هنرجع لكم تاني. عليكم، بنزوق يا جماعه مع بعضينا. ده البياض البيض اللي كنا بنعملوه كريم كريم الشانتيه قصدي. نرجع يا جماعه معاكم عشان نعمل الجناش بتاع التورته كيكه اهو. وادي بنحط اول، ادي الكريم اللي احنا عاملينه كريم شانتيه، وادي دوت اللي من النص الكريمه بتاعتنا كريم الشانتيه اهو. هنرجع لكم تاني بقى، يلا. السلام عليكم، رجعنا لكم تاني. ادي الكيكايه البردو اللي احنا هنعملوها مع بعض، عملناها اهي، وادي اخر زواق ليها. بص شكلها جميل ازاي، ولسه هتخش التلاجة عشان طبعا لازم الشوكولاته تكبر معانا شويه. السلام اوعي تنسوا يا جماعه اللايكات بتاعتكم والاشتراكات الجميله وتفعيل الجرس. السلام عليكم.